إن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها معا من أجل هذا الوطن. والأوطان لا تكبر إلا بأبنائها. حيث يأتي هذا الملتقى تجسيدا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بأهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع. معا نتقدم من أجل الإنسان العماني الأصيل وهويته الراسخة، من أجل المجتمع المتكافل المتماسك، من أجل اقتصاد متنوع وتنمية متوازنة، من أجل الحوكمة وأداء مؤسسي عالي الجودة، من أجل بيئة مستدامة تحتوي كل هذا العطاء. معا نتقدم لحاضر مشرق ومستقبل واعد، معا لتجويد الرؤية الوطنية عمان 2040، معا نتقدم من أجل عمان التي نريد. أنا بنفسي سعيد جدا بمشاركتكم اليوم، و أن أستمع إلى أسئلتكم وآراءكم وما تودون مناقشته فيما يخص قطاعاتنا الثلاث، ونحاول اليوم نخلي الجلسة تكون خارج عن أي إطار رسمي. معا نتقدم في لقاء يسلط الضوء على مسيرة التقدم في مجالات مختلفة وقطاعات متنوعة في تواصل حكومي مجتمعي لمناقشة التحديات ومواكبة التطلعات، ليتشارك الجميع في رحلة البناء والتطوير. نلتقي معا لنتقدم معا في صورة تجسد أسمى وأرقى معاني الشراكة في وضع الخطط والاستراتيجيات، لنعتلي الآفاق الرحبة لهذه الأرض التي تستحق كل جهد جهيد. شمولية ومحاور عدة في اليوم الأول عن كل ما يتعلق بالتعليم المدرسي والعالي والبحث العلمي والابتكار ومنظومة الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والصحة وتجويد كل هذه الخدمات. كما كان لليوم الثاني عمق وشفافية عالية في الجلسات النقاشية التي تمحورت حول الثقافة والرياضة والشباب. الوقت عامل أساسي في هذه المسألة، وإن شاء الله مع مرور الوقت كل ما يتطلع إليه الشباب لقطاع الرياضة سيرى النور بإذن الله إن شاء الله. الإعلام والهوية الوطنية. موضوع الثقافة وموضوع الهوية هو يعني أحد أهم محددات العمل الحكومي في سلطنة عمان، والحقيقة المطلع على النظام الأساسي للدولة سيجد أن أحد يعني منصوص عليه في النظام الأساسي الوظائف الثقافية والمهام الثقافية للدولة. فموضوع الثقافة والهوية هو أصل من أصول بناء الدولة العمانية وبناء العمل الحكومي في بمختلف أشكاله. وحقيقة ما تقدمه من خلال هذه البرامج هو تأصيل لهذه القيم وهذه الهوية الوطنية وغرسها لدى الأجيال الحالية والمستقبلية بإذن الله تعالى. العمل والتشغيل. بالنسبة للقطاع الحكومي حوالي عدد الموظفين الإجماليين 190 ألف موظف موجودين في القطاع الحكومي، وأيضا في القطاع الخاص يوصلوا حوالي 2,140,000، بينهم 200
وخمسين ألف أو 253 ألف عماني. هذه إحصائيات عامة. لذلك من الضروري إيجاد برامج تمكينية بشكل مستمر، إيجاد برامج تدريب وتأهيل لمواكبة التغير الذي يحدث في سوق العمل، وهذه ظاهرة عالمية الحقيقة ليست مقتصرة على سلطنة عمان. في هذا اللقاء الرهان على فكر الشباب تجدد، وأنهم ذلك الطريق المنير المورق المشرق لمستقبل عمان. أشكر صاحب السمو ذو اليزن على حضوره ووجوده معنا، كان معنا السنه الماضيه وهذه السنه. طبعا صاحب السمو نشكرك على هذا الحضور الطيب وانك تكون قريب دائما لنا. مع ان نتقدم نسخه ستذكر في النجاحات القادمه، بان خلف كل استفهامات الاسئله اجوبه شافيه واضحه عيانا بيانا. هذه البساطه في النقاش في حوار مفتوح مثل جزءا كبير من ثقافه الوطن، شيء من مجالس الاكارم، كل أبوابها مفتوحة مشرعة، لم تكن موصدة في يوم من الأيام.